طيب اعزائي المشاهدين، خلينا نرجع لارض الملعب تاني. وهنا ابو القاسم مراسلتنا هناك، ولقاء مع الهيد كوتش او المدير الفني للفريق كابتن طارق خايه. اتفضلي يا هلا. برحب بيك مره تانية كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وطبعا ببارك للاهلاويه كلهم بعد فوز ملكات كره السله سيدات كره السله بالنادي الاهلي على فريق سموحه. ومعي في هذه اللحظات طبعا المدير الفني للنادي الاهلي كابتن طارق خيري. في البدايه طبعا برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي وببارك لحضرتك على الفوز النهارده، وعايزين حضرتك تكلمنا بقى على كل الامور المتعلقه بالمباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا برحب بيكم وشكرين على تعبكم ان انتوا تبقوا موجودين هنا. بحيي كابتن هيثم وضيوفه، وانا عارف ان هناك كابتن شريف علي وكابتن اسلام علي، تحياتي ليهم وسلامي ليهم. لا بنتكلم على ظروف، انا عندي ازمه بقالي داخل في اقل من شهر. انت عارفه ان لما الفرقه لما بتطلع من بطوله لبطوله الحمل لازم نقننه شويه مع الناس، حتى اللي لعبت خدت تايم طويل، الناس اللي بتاخد تايم قليل احنا بنحاول نعلي الحمل عليها شويه، يعني عشان ما يبقاش في اوفرلود. احنا كنا خلصنا الكاس قبل العيد بيوم او يومين، فخدنا اجازه العيد، خدنا يومين وادينا الاولاد يعني برضو عشان نبسطهم ثلاث ايام العيد كمان، خدنا خمس ايام. دي كانت مشكله جات لنا مننا بقى، اتفاجئنا في تجميع المنتخب مصر 3 على 3، واخدين 8 لعيبه بيلعبوا ماتشات لرانك انا ما اعرفش ايه التوقيت بتاعه، عمل لي ازمه 8 لعيبه مع 2 مصابين بقوا مع 10، بقيت امرن 4 لعيبه، لان الناشئين خلصوا مريحين فما بتمرنش 5 على 5 ولا 3 على 3. جينا من اليومين اللي ظهره شادد، اللي خلفيته شاده، اللي ضمه، لان بيلعب 4 ماتشات في اليوم، يعني بيسخن يلعب بعدين يبرد ويسخن، فطبيعي اللعيب بيشد. جينا ريحناهم، التمرين بقت على خفيف او على قد ما نقدر، منها مراجعات منها بتاع، كان عندنا ازمه يعني لحد ما جينا لعبنا جيم النهارده احنا ما كملناش 8 في التمرين، مش عارف حتى راجع 5 على 5. كانت هي دي الازمه اللي كانت مقابلاني وخايف على الناس ان هي تتعب. الازمه الثانيه انا عندي الاصابات كلها جايه في البوفتات، نايشيتا وندى المحترف امبارح سبرين في التمرين بتنط نزلت على رجل اللعيب، بقوا 3 مصابين، ما عنديش غير رنيم ويارا. الجزء الثالث النهارده مش عايز اتكلم على الحكام، بس خدت فاولات كتير قوي بره مش قادر اريح رنيم، فهي دي المشاكل اللي قابلتنا. بنحاول يعني بيسموها نعمل روتيشن على الفرقه، بتخافي طبعا مش عايزه تخسري، فبتنزلي وتخرجي على قد ما تقدري، مش فارق معايا نكسب قد ايه، نكسب سكور نكسب، المهم محدش يتعور وتحقق الهدف بتاعك على الاقل المرحله دي لحد ما نكمل نبقى الفرقه كامله حتى العدد بتاع البوفيتات. يعني طبعا ظروف صعبه جدا زي ما حضرتك قلت، لكن كالعاده فريق النادي الاهلي كان قد المسؤوليه وقدر يحسم المباراه لصالحه. مفيش طبعا وقت كبير للتحضير للمباراه القادمه، فعايزين نعرف ازاي هتستعدوا للمباراه القادمه يوم الخميس اكيد. تمام، احنا مجهزين دلوقتي مغطس ريكفري ثلج، في هنا مغطس ثلج حوض زي بسين صغير في الاوض جوه، مجهزين احنا من امبارح جايبين ثلج، هم الاولاد جوه دلوقتي، ده الاستشفاء. وبكره عندنا تمرين برده خفيف، منها شوتينج، منها مراجعه على الشغل، من ميستيك بتاع النهارده، الحاجات الكويسه والحاجات الوحشه بناكد عليها، مع ميتنج فيديو للمباراه اللي بعدها. بشكر حضرتك جدا يا كابتن وبارك لحضرتك، طبعا عملتوا مباراه كبيره وان شاء الله بقى كمان تتاهلوا للنهائي وتحققوا خماسيه هذا الموسم. ان شاء الله، ان شاء الله دعواتكم. بشكر حضرتك جدا، يعني ده طبعا كان لقائنا مع كابتن طارق خيري.